ايوه امي لقطه يا ابن اللعيبه. هنا الخصوم 10 على 10 من الاخر، يعني مفيش ولا تقول لي كلاسيك بقى ولا مش كلاسيك، هنا خصوم 10 على 10. سكواد كامل بقاله سنه بيتدرب يا ابن اللعيبه. هيعملها ولا ايه محمد رمضان؟ احنا عندنا هداب بس يا جماعه، ما بنلعبش بادي خالص يعني. البادي لا، البادي مش تبعنا خالص. انا مخاصم البادي خالص، حمله مخاصم البادي. ماشي يا حمله، هو البادي انا عارف انت مخاصمه خلاص. ماشي يا حمله، عرفنا انك مخاصم ام البادي يا حمله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قبل ما اقول اي حاجه اشكر صلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اسكول الله ولا لا؟ طبعا الحلقه بتاعتنا لعيبه مش مشهورين جزء ثالث، صح؟ الجزء الثالث الجزء الثالث. السلسله دي عباره عن ناس بنعمل عليها اكتب، ناس مش مشهوره قوي، في نفس الوقت بيكون لعبها جميل جدا بالنسبه للامكانيات بتاعتها وبالنسبه للعب بتاعها، مش واخدين حقهم يعني. بحاول على قد ما اقدر ان انا بساعد الاخرين. لو حبيت تنضم للسلسله دي وحبيت تشارك لقطاتك معانا، سايب لك رابط الديسكورد في الوصف، هتخشوا تخش تشالن، هتحط الفيديو بتاعك يوتيوب او تنزله على تيك توك وتمنشلي باكونتي اللي انا سايبه لك قدامك ده، اسمه وش واي وش نقطه واي تي، تلاقيني منشلي عليه. بس اهم حاجه يكون من غير ميوزك، واتمنى يكون من 3 دقايق ل 4 دقايق يعني، ما فاهم انت، وتحاول تختصر يعني اللقطات الجميله جدا عشان ايه نطلع اكبر عدد منها. فالفيديو بتاع النهارده فيه كميه لعيبه مش طبيعيه، عملت عليها اكل لعيبه بصراحه جميله جدا واحسن من ناس كتير واحسن مني كمان. ان شاء الله الفيديو يعجبك. قبل ما نبدا الفيديو بس لايك، عايزين نوصل الفيديو يعني نكمل في السلسله دي يوصل 7000 لايك. 7000 لايك نكمل، اشترك بالقناه عايزين نكمل 500000. صح يا جدعان، ده في نسبه كبيره قوي بتشترك، يعني نسبه 80% مش مشتركين و20%. صباح الفل، هنجيب 400000 امتى ولا 500000؟ ما تنساش الاشتراك، فعل زر الجرس يوصلك كل يوم فيديو ساعه ونص. وقبل ما اقول ليتس جو، لو ما بتصليش لازم تصلي، ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين. قبل اقول ليتس جو، عايز اقول لك ان سبونسر بتاع حلقه النهارده في بوستر، هو ابلكيشن اتكلمت عليه سابقا، ولكن المره دي جاي اتكلم عليه في تحديث ببجي الجديد بالذات، لان هم عملوا لنا هديه 3 ايام مجانيه لاي حد هيحمله جديد، يعني اي مستخدم جديد هيستخدم الابلكيشن ليه 3 ايام مدفوعه. حلوه قوي دي. عايز اقول لك ان البرنامج بيتميز بحاجات كتير، منهم اول حاجه ممكن تحمله على اندرويد، الايفون، البي سي، بيظبط لك البنج، بيسيستم لك الدنيا كده، مثلا البنج يرفع 80، لا هو ايه يعمل لك كده واحده دروب، كمان زاد الفريمات لو حسيت ان الجهاز وقع فريماته بيحاول معالجه لك. واحلى حاجه فيه اللي هو جميع الالعاب سواء الاندرويد او الايفون، لو جيت قارنته بالبرامج الثانيه هتلاقيه هو بنسبه كبيره من احسن البرامج اللي بتزود البوست في الفريمات. ما تقلقش، ما فيهوش اي بان وما فيهوش اي حاجه. فسايب لك رابط الابلكيشن في الوصف، حمله واستمتع بالثلاث ايام المجانيه باذن الله هيعجبك. لو عجبك ودي على ضمانه رشوش جيمنج، وبرنامج من ناس من كويسين وراجل مظبوط وصح الصح وكبده 100 100. واحنا كنا فين؟ اروح وجاي لكم. ليتس جو. وانا اول واحد يا جدعان اخويا مصطفى. مصطفى لاعب موبايل تقيل جدا، اسمه على التيك توك كابتن، بينزل لقطات جميله فشخ. قلت له اعمل لي كده فيديو كده من غير ميوزك وليتس جو، هنشوفه مع بعض. انا اتفرجت على كذا فيديو قدام بس الفيديوهات دي جديده، انا اول ما اشوف. بسم الله الماي. اوبا حبيب قلبي اخويا ابو دومه. الله انت واخد بالك؟ لا لا لا، يعني حركته جميلة وسريعة أوي. بيب يا أخويا البي سي، بتلعب بي سي يا مصطفى بقى وخلاص بقى نلخص الحوار ده. أه والله واحد. أيوه هيزات الموبايل دي والفايتات الكلوز. والله يا مصطفى أنا متزاوج. طب إزاي يا مصطفى؟ معلش يعني إزاي يعني عمال إزاي يعني يا مصطفى؟ يعني إزاي يعني يا مصطفى؟ مش فاهم أنا، يعني إزاي تجيب تعمل كده؟ حاطط الإفكت أنت يا عم وأنت بتلعب. إيه شغل الإفكتات ده يا جماعة؟ ماشي واحد. ماشي الخصوم مش جامده قوي، بس حركته بتحلل لك اللقطه، يعني حتى لو الخصوم مش جامده حركته بتحلل اللقطه. بص اهو ده غشيم الواد ده. ميغيل فيست ولا خوذه يعتبر، يا نهار ابيض عيب داخل عليه تصاد. ميغيل فيست ولا خوذه، يعني ولا ميغيل فيست ولا خوذه، يعني داخلين يعملوا عليه لقطه اصلا. شكلها دي كانت نازلة أولى ونازلة تانية أول في التاني، بس كان ممكن كان التالت ده يجيبه. أوف أوف فينيش قبل النوك. وحش يلا وحش فيكتو فيكتو وحش. إيه فيكتو ده؟ فيكتو ده ها زنقة بالتلازينة، هيجيبه من رجله يا ابن اللعيبة. يا اسطى أنت المفروض ميت بصراحة، يعني أنت المفروض ميت، بس هي حركته جميلة جدا. حبيبي اخويا البي سي، تعال العب معانا بي سي، نلعب من يوم انا وانت فاجر. وماله موت جديد، وماله لقطات جديده كلها. اخويا والله بيعمل حاجات بي سي والله يا جدعان. حبيبي كوكات كمان، يعني لو اخدت بالك كلها كوكات. هدى كمان ماشي.
طب يا مصطفى انت ملف، طب في ايه يابا؟ مالك هلبت بي سي كده في نفسك يا ابن اللعيبة على الفليكس؟ لا لا جميل لعيبة، لا مصطفى ستايله جميل جدا حبيب قلبي. ايه ده؟ لا بجد بي سي. ايوه امي لقطة يا ابن اللعيبة. ايه ده؟ ده حملة ضمة، اخد نايزة كمان في وشه. لا 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 مصطفى، انا كنت متوقع ان مصطفى لقطاته كلها اي كي ام بس ووايبات، اتضح اللي هي سنايبرات واحد في حاجته. جميله مصطفى بجد والله، يعني انا يعني مش محتاج اقول كلام كتير بصراحه، يعني هو الفيديو بيتكلم عن نفسه اصلا. لقطات من هنا وهنا، ايوه ولقطه كمان. ايه يا ابن اللعيبه لعيب. ايوه مصطفى السولو سكواد برضه هيديك بوينت ابن لذينه. حلوه الافكس دي. سلام يا مصطفى، لو تعمل جيم سولو سكواد في مدعكه كده، يعني جيم سولو سكواد مدعكه وتقصقصه مثلا 3 5 دقايق كده، فاهم انت؟ جيم اسطوري كده هيبقى جامد قوي ويبقى فيه لقطات، فاهم انت؟ يعني عارف اللقطات دي بتاخد وقت. ايه ده مصطفى ده؟ بتحضر ابن لذينه يا مصطفى، قلبك ازاي جابك تعملها؟ كمان هتعملها دي كمان؟ وماله يا مصطفى؟ يعني الموبايل، انت ما بقتش موبايل، انت بقيت بي سي يا معلم، انت كده ويلكم بيك في البي سي. انا تقييم المصطفى 9.5 9 جامد، ممكن كمان ياخد 10 من 10 كمان، مش بطبل له والله العظيم، بس لعبه كويس. ده تقييم انا، وانت كمان قول لي تقييمك في التعليق. على بقى ايه؟ نخش على ايه؟ المحاكي المصري، على ايه؟ المعلم يوسف، يوسف الشاعر. واحد ماشي. ايه ده؟ ازاي؟ ايه ده؟ انا اول مره في الحوار ده يا ابن اللعيبه. هو ازاي بيطير ويعمل الحوار ده؟ ماشي يا شاعر، حلوه منك دي. هو اصلا بتاع ده ينفع تعملها فيه بيو لعيب؟ حلو برضه. في حد وراك يا شاعر يا ابن الفاجر. يوسف ليه ما اخدش وقته في اللقطات؟ في واحد هناك، انت كمان؟ حلوه. ده انا وقعت النيم معلش. يا نهار ابيض، ودي انا مش فاضي، ودي انا عيب. ودي حلو قوي. يلا ايه ده؟ ده سوقت ده انا ده يا ابن اللعيبة. اه ده هنا كانت فزعة يا ابن اللعيبة، كنت انا نوك. بس يا يوسف خلينا متفقين ان المرة اللي فاتت لقطاتك كانت اجمد بكتير، ممكن مثلا دي عشان لسه جديد ما عملتش لقطات كتير او ما بتلعبش كتير عشان الامتحانات. الله يا عم، طب زعل يا مصطفى. خلينا متفقين ان لقطات يوسف المرة اللي فاتت احلى. اه يعني لقطات تاني بخان يابا. اه ده هنا نجيب ال 34 كيل اللي انا قلت فيه للعيبه دول. التلاته دول ولا كام؟ انا مش مجمع والله، بس ماشي نجيبه. حبيبي يا فهد، ده ايه ده؟ ده الشله كلها متجمعه. طب دي صح يا يوسف، لقطتك التانيه كانت اجمل بكتير، فتقييمي ليك للاسف 6.5 للاسف. على هنا بقى ايه؟ نخش بقى على حمله بقى والبطولات والاسكيمات وليتس جو. وهنا يا عم حمله بس والله اثنين، والله اثنين خدهم الاول. اوف بدايه دي لقطات كلها سكيمات يا جدعان، الحطات بالتلازينة. بص كلها لعيبه كلها لعيبه، مفيش حد بوت. حلوه، صعب اصلا انك توايف في البطولات دي. بص النداد دي بي اس جاي عليه واطلع منهم، يعني مغوى بالتلازينة. دو سكوات في الاخر بايزون اتنين يا ابن اللعيبه. على فكره ناس تقيله، ناس تقيله قوي اللي بتلعب ضده يا جدعان. يا نهار ابيض لعيب. واحد 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 نزلك، واحد بدايه النزله ونزله بالتلازينة.
دوج يمين وشمال. بص الواد الواد بيقولهم برضه بس ايه حلوه منك دي في اخر الزون. تلاتة ويلا واحد نوك عاش. عدى كمان قرب معايا يساعد ربك. قلت له انا عايز ارجع العب بطولات انا كمان. الله مش معنى انت بس يا كمبوره. يساعد ربك يا رجل يساعد دينك. ايوه حماس البطوله ده. قلت له يا عم ينفع تاخدني معاك في السكواد؟ قال لي يا عم تنوع ومش عارف ايه. كان عايز يكبر عليا يا جماعه. قلت له ماشي يا عم محمد. واحد بص البطولات يا جدعان معتمده كتير قوي على النداد. يعني النداد بنسبه كبيره قوي او بدايه الفايت تمسك نيد على طول، يا اما توقعه يا اما تدمج فاهم انت. ممكن تضرب معاك يعني هنا في واحده يقع نوك او هيتدمج. بسيطه يا جماعه ودي بي اسات وشغلانه. الحماس ياخده يخش على الثاني جاب. يعني الحماس ياخده يخش على الرابع لوحده على فكره. هم عند الهاي اللي عند حمله عنده عيب. بطولة ستريمر دي يا جدعان هنرجع على فكرة هنلعب تاني بطولات. يعني هلعب خدوني معاكم يا جماعة، يعني خدوني معاكم خدوني معاكم نلعب جيمين ثلاثة ننزلهم يوتيوب. يا نهار أبيض. أول بات أول بات افتحوا لنا حلو أوي. ندادي ظبطي نايس. بش 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 البات. لا هي مش محتاجة الأوبن أصلا يساعدني لك. لاست وان البيت الأخير انا فتت الباتش بالبات الاخير اللي انا بدي هيل دم يا حمله. لعيب اول داد يا شباب وايب السكواد. يا لا 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 يا لاوي انك يا ميت انهم ميتون الطلعه دي بس سندلها يعني حلو قوي. نايس واحد. يا الله ابيض عايش 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 عايش. فينيش كان بيسكاوت ده خلاص ايزي. اللي وش هو لوحده سولو بس بعدلك. لقطته اكتيتها سولو لوحده بس باين عليه بينايه ده. لا يا ابن الخوافه وراه وراه اكيد لازم يخاف يا صاحبي. هو مين ما بيخافش من السلاح ده؟ ده بص الواد بيخاف وعمل في دمه. امال ما كانش بيخاف كان هيعمل ايه؟ طبعا يا جدعان الفينش مهم قوي هنا. يعني مش لازم توايب كله لكن مفيش مهم عشان عليه بوينت. طد 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 روح على ده. بص لو لاحظتوا يا جدعان هي كل واحده لازم نديها فاهم. بص دمه عامل ازاي. هيل 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 حتى كلك لازم يبش بنيد. يا اما يوقعك يا اما يدمجك بس تبقى بالنسبه له كلها ايزي. بص يا حمل لازم تبش من ورا. والله لعيب قوي لعيب فشخ من ورا اصلا. عاش يا حمد. واحد كلهم نوكات. اثنين عاش. بص يا جدعان خلينا متفقين ان الناس دي لعيبه. ناس لعيبه قوي مش واخد باله منه. بص تشغيل الجمجمه ماشيه ازاي. ما قاعد في العربيه متفقعه ويطلع يجيبه. فناس لعيبه قوي يا جدعان. فات عليك يا مفلانك. اسحب 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 كلايتك كلايتك. حلو فني شغال. صعبة دي لعيب. هنا الخصوم 10 على 10 من الاخر. يعني مفيش ولا تقول لي كلاسيك بقى ولا مش كلاسيك. هنا خصوم 10 على 10 بالسكواد كامل بقاله سنة بيتدرب. كلان فاهم انت جديد مشهور فالحوار ابن لذينه برضه. هذا راح واحد دخلت الزون جميله. وش التوات بتوعك يا ربنا الواي هو لوحده بتاعتك يا ابن اللعيبه. الثاني يا ابن اللعيبه اخر واحد اخر واحد. هات واتو هات واتو. ايوه جابك حمله. حلو 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 حمله. اللي هنا دم. يعني لاحظوا الخصم الواحد بيعمل ايه بدمه. بص يعني الخصم الواحد هو عيب. ده ده شوت ما من ناحيتك الاثنين. لا هو دمج واحد جامد وجاب الثاني. حلوه معتمد برضو على الايم الاسطوري والحاجات الحلوه. سموك لعيبه
لا لعيب على ريفليكس. هات التاني بقى. لا يعني مش زيطة قوي يعني، هو مش جيم كلاسيك بس. اربعة دول ها حبيب قلبي ابو دومة، احلى اربعة بوينت يطلعوك. بص توب 1 ولا توب 2 كده في الليستة. ده ديت شوت هيتداب بس يا جماعة، احنا عندنا هيتداب بس يا جماعة، ما بنلعبش بادي خالص يعني. البادي لا، البادي مش تبعنا خالص. انا مخاصم البادي خالص، عامله مخاصم البادي. ماشي يا حمله، هو البادي انا عارف انت مخاصمه خلاص. ماشي يا حمله، عرفنا انك مخاصم ام البادي يا حمله. ابن اللعيبه ومال ومال عامله فيديو بتاعه يعني، ما تقوليش خصوم يعني ضعيفه مثلا او خصوم متقيمه قليل. لا دي خصوم بقى لها سنين بيلعبوا بطولات وبيلعبوا سكيمات وشغلها جامد. تقييم الحمله وعشان صاحبي وكده يعني، يعني اديله 8.5. لا 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 بجد بجد يعني، ما يجي 9 9.5 يعني. خدوني معاكم ماشي، يعني عايز العب معاكم ينفع؟ لو مش هينفع يعني والله بعرف العب يعني، بدبل سكواد بجيب كلات عاليه. خدوني معاكم لعبوني يعني، بص خلوني رقم 4 في التيم يعني. تمام معانا مين؟ معانا انت نيكيس انت ماشي يا جماعه، اسمه كده يا جماعه مش عارف انت اسمه بجد. بسم الله. انا عايز اقول لك يا رش اللي آه. فايتك كتير قوي. انت بتهزر يا ابني. يا زريبه حبيبي، هي زريبه دي. الفيديو عليه مشيكه بس ما تخافش، معلاش كبره يا بقى. زلوب زلوب دي اللي هتجيب لي جلطه. هو فين هيجيب لي جلطه؟ والله حد هيجيب لي جلطه غير ده. ولو انت مش عايز موسيقى خالص، النص التاني من الفيديو نفس اللقطات ومن غير موسيقى. طب الله ينور، على فكره كويس، منتجه كويس وطريقته كويسه، وده نفس الفيديو بس من غير موسيقى. ماشي الاول في الثاني يا ابن اللعيبه. حلو انت طالعين عليه اليومي بي ده بقى سفاح يا جدعان. انا في حد بيمنشن لي على التيك توك بيقول لي ملك اليومي بي اخويا والله العظيم. هنا في اخر الجيم حلو قوي، مثلا فتحت المنشن الشخص الاحول. ريفليكس طيبه اي اف فاير يا دماغي. وماله يا عم، من حقك يا باشا، من حقك من حقك. مين داخلين عليه؟ سكنات وحاجات حلوه. فيكتور، ازاي ما خفتش من الفيكتور ده؟ ازاي ما خفتش من الفيكتور؟ الله يا ابن اللعيبه، هيعملها ولا ايه؟ محمد رمضان حلو، هو جاز كان بيلايك شويه بس. يا ابن اللعيبه يا ديفل، ده اسمك ديفل؟ ايفل ايفل، معلش ايفل. حلو قوي ايفل، لعيب والله. يا ايفل ده ايفل، ايه الميوزك دي يا عم؟ طب تزولني لعيب. حلوه الام بتاعت الحاجات الحلوه دي. لا لعيب كويس كمان، بالنسبه لسنه مش عارف ايه، لعيب كويس. بدايه مشكلتي مع اليوتيوبر وش في التقييم، اللعيبه مشهورين بس انا مشهور طبعا. هتشاهد باللينك قناته يا جدعان لو حبيتوا يعني، تبص عليها بصه كده فاهم انت، اشتراكاتك حاجات حلوه يعني، ايه ساعدوه كده في البدايه ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويبقى لعيب قد الدنيا. اهم حاجه اتمنى منك انك ما تحطش موسيقى خالص. تقييمي 7.5. فيديو فيه لقطات جديده على على قديم للاسف بس هيعجبك. احب اقول لك في البدايه صلي على النبي، لو وصليش لازم تصلي، وافضل اقول الرساله دي يا شوش في كل فيديو علشان العالم كله محتاج توعية دلوقتي. وبس هسيبك مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. الله يجازيك كل خير. اسمك ايه؟ حسام حبيب حسام. بسم الله ويا الله بينا. انا بحسبه رجع لورا والله. حسام 60 في ايه؟ كويس ماشي. فضل اللي ورا الشجرة كده جوه السموك. كوكاية ايوه ما جاتش ليه؟ هي دي اللقطة هعملها؟ حلو، هي خصوم مش جامده بس حلو، حطه حلو. المود ده عملنا فيه شغل جامد والله يا جدعان. او ده زازول اللي طالع عليه ده. او بص ده على طول فينش في. ايوه يا باشا، اهم حاجه يا ابن اللعيبه كلهم زازين، كلهم زازين. يا نهار ابيض على 24 فيم و13 فيم وارقام غريبه. يا نهار ابيض، دي كلها فيماتهم بايظه. الله يعينكم الله يعينكم بجد والله يا رجاله، جامد يا حسام.
جامد والله. بس فكك من السلامه دي، سلامه خصمي. ماشي يا عم. الزنقه دي واحد. جهاز ولا اي حاجه حسام، ولا اي حاجه. هو الجهاز برضو فاهم انت اللي هو ما خلاكش تعمل اللي انت عاوزه. بص هو ايوه الفينيش جدع اخويا الفيكتور. ايوه كوكيه يا زميلي. ايوه وعايز تضرب على الكوكيه شويه عشان مش سريع عنده. يا ابن الله عيب عليه فاير. اوعى يا سلامة، يا سلامة يا جدعان برضه. اوعى اوعى الكوكات ده اتضرب بسرعة قوي. الفلكس حتى لو بيجي بيعملها الفلوكس ودي الفلوكس عنده ياه على الجهاز وسنينه السودا. يا نهار ابيض. بجد يعني بالفريمات دي وبتحاول بتلعب وتصور دي في حد ذاتها بوينتات لوحديها. عجيبك يعني عجيبك. واقع ساء يا لهوي. لا كفايه كده، هو الجهاز مش مستوعب اللي انت بتعمله ده. هو الجهاز مش مستوعب والله اللي انت بتعمله ده. ده حاجه كبيره عليه. هات اللي ورا. ماشي جاب واحد بس. ماشي صاحب الرخص جامبا زميلي دي بيستك في قفاه. في قفاه بقى عيب. اوقع ايه ده؟ ايه الكلية دي يا جماعة؟ انا هم ايه ده؟ ايه الطيارة دي اصلا؟ صغطة دي ها؟ تاني؟ اللعيبة لا المود ده كان جامد والمسكة كانت بتاعتي هنا وكنت لقطات سنايبر بقى وحاجات حلوة. يا لهوي اوعى الزازو داخل الزازي يا باشا. شايف القعدة؟ الزازي اب. بص هي الخصوم مش جامده قوي ولكن جهازه مش جامد قوي. اما في حاجه بتشيل حاجه برضه. بس انت لو دخلت في سيلفر اجنبي مثلا يعني انت مش هتعرف تعمل اي حاجه بجد. هتجيب الاول هتجيب التاني مش هتكمل لان العيال بتطير. يا ابن اللعيبه واحده شوتجن حبيب قلبي. ماشي دي واحد على واحد. واحد التاني لعيب بيكا تانية حلو. جهاز بيقطع جامد قوي يا جدعان. جهاز بيقطع قوي. حسام لعب كويس جدا. تقييمي ليه عشان جهازه وكده يعني اديله 8/10. ده تقييم انا الشخصي. تقييمه انتوا برضه في التعليقات. ميوزك ميوزك ليه يا جدعان؟ ميوزك ليه؟ بس كده يا جدعان كده بتكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك الحاجات الحلوة دي. لو حبيت اتعمل عليك اكت سايب لك رابط الديسكورد في الوصف او منشن لي على التيك توك على اي فيديو بس يكون من غير ميوزك محدش بيتفرج عليه كتير. منشن لي تحت عليه وان شاء الله افتح من شانلات التيك توك واشوفها برضه الحاجات الحلوة دي ونعملها في الحلقة دي. سلام.